ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل عن الأوقات التي وردت فيها السنة بأنها تفتح فيها أبواب السماء. نقول هي خمسة أوقات إن شاء الله. الأولى قبل الظهر، قال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب السماء تفتح إلى زوال الشمس فلا ترتج، يعني لا تغلق حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي فيها خير. ولذلك قال: وفيها هي السنة القبلية. هذا صحيح الألباني في صحيح الجامع.